ولمشاهدي صدى البلد، الآن نحن موجودون بالفعل هنا أمام معبر رفح البري. أؤكد أن المشهد الذي بدأ في الصباح قد اختلف تماما بعد المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة. فالمشهد كان في الصباح لحظة تفاؤل بين المتطوعين والمسؤولين من قبل قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والموجودة منذ السبت الماضي هنا في معبر رفح، والتي وصل عددها إلى عدد كبير تفوق الخط الرئيسي للمعبر، حيث قد تم التنسيق أن تكون هناك ساحة انتظار بمدينة العريش لينتظر فيها العدد أكبر من الشاحنات التي وصلت بالفعل إلى مدينة العريش. لحظة التفاؤل هذه كانت في بداية الصباح ونشاط من قبل سائق الشاحنات الذين استعدوا بالفعل أن إذا كان هناك مؤتمر صحفي هنا في معبر رفح الحدودي فهذا مبشر ومؤشر على عبور الدفعة الأولى من الشاحنات والمقدرة بعشرين شاحنة، والتي تحمل أولويات بحسب الاتفاق المعلن، أولويات المساعدات الإنسانية، أولها الطعام والماء والأدوية الطبية المطالبة في هذه المرحلة من مراحل معالجات القصف وما ينتج عن القصف من أثار ومن إصابات، أيضا لبن الأطفال. وأؤكد مرة أخرى على لبن الأطفال، فهو مورد رئيسي لابد من دخوله إلى الإخوة والأشقاء في فلسطين، أيضا كل مستلزمات السيدات النساء في هذا الوضع الراهن. لكن بعد المؤتمر الصحفي مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة الذي كان برفقة السيد المحافظ والسيدة مسؤولة المكتب اليونسكو موجودة في مصر، اختلفت الصورة تماما. كانت البداية بالتظاهرات التي أعلنها الشباب المتطوع والمسؤولين عن القوافل بشكل عام، سواء كان من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وسواء كان من القوافل الأخرى التي جاءت، سواء كان مؤسسات خاصة، مؤسسات تعاونية، جمعيات الأزهر الشريف، وزارة الصحة المصرية. اختلفت الصورة بعد هذه التظاهرة، حيث أن الجميع وجد أن المؤتمر الصحفي لم يأتي بجديد. يعني حتى حينما قيل أنه قبل المؤتمر الصحفي ستعبر شاحنة أولى مع الأمين العام للأمم المتحدة، كانت هناك فرحة كبيرة من قبل الموجودين في المعبر، إرادة إلى أن كل هذه الأيام حتى وإن طال أكثر من ذلك هم على استعداد للانتظار، لكن لن يتحركوا من معبر رفح الحدودي. هذه الصورة التي توالت بعدها التظاهرات المليونيات التي أعلنها السيد الرئيس، شهدت هنا شمال سيناء تظاهرة أمام المعبر بعد المؤتمر مباشرة، وتظاهرة كبيرة في ميدان الساعة بشارع 23 يوليو في مدينة العريش الرسمية. نعود مرة أخرى إلى المعبر الذي شهد استقبال نقيب الممثلين بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي وبصحبته عدد من الفنانين المصريين، كرسالة معبرة أن حتى الفن هو رسالة من هنا من أمام المعبر ينتظر دخول وعبور تلك الشاحنات المساعدات الإنسانية، لأن الأمر بالفعل صار طارئا. التصريحات الأخيرة لمنظمة الإغاثة العالمية بأن أيام قليلة من أول أمس، أن هناك 4 أيام فقط لاكتفاء كل ما هو موجود بداخل غزة من مأكل ومن مشرب، حتى الوقود بشكل ما، حتى الغاز، كل هذه الأمور. ولذا يعني نعود مرة أخرى إلى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في البيان، يعني إذا كان بدأ خطابه بالجملة الاستعطافية أنه الآن يشعر بكثرة في قلبه، أنه الآن على بعد خطوات هذا الجدار هو الفاصل ما بين مصر وفلسطين، فكيف أن هناك نحو 2 مليون وأكثر من أبناء فلسطين وأبناء غزة يحتاجون إلى الأكل ويحتاجون إلى الشرب ويحتاجون إلى الوقود ويحتاجون إلى الغاز، في حين أن هناك خطوات لا تقل عن 500 متر أو كيلو بالأكثر، يعني بالأغلبية، في حين أن هنا المئات من الشاحنات من القوافل موجودة. يعني وبدأ بالتساؤل، فلماذا ينتظر العالم أكثر من هذا؟ ومؤكدا على أنه يؤكد أن الفاعل الرئيسي واللاعب الرئيسي هي مصر، مصر هي التي تقود في الوقت الراهن تلك المبادرات. شكرا لك أستاذ محمد أبو شنب، مراسل صدى البلد من رفح، ونحن